أنا بحب أسمعك في التلفزيون، أنا بنت الرب من أستراليا ومؤمنة جدا جدا، لكن محاربة الشيطان وحشة. اللي أنا بسأله هو إني فاهمة وعارفة وواثقة جدا بإن يسوع في البيت معايا، وأنا أعلم إن لينا يسوع يكون موجود. لما يسوع يكون موجود ممكن يكون الشيطان، لكن أنا بشعر بوجود الشيطان في البيت، مع إني بشكر يسوع بصفة مستمرة. من فضلك قل لي كلمة منفعة، أعمل إيه وأقول إيه عشان يمشي الشيطان وما يرجعش تاني؟ ببكي بكى من القلب قدام صورة يسوع، وبقول له أنت منتظر العالم يؤمن بيك، وأنت عايزني أروح من إيديك، وده لا يرضيك، لدرجة بقول له حرام عليك، أنا ماليش حد غيرك وبحبك، بحبك يا سيدي. عايز علامة منك لما توصلك هذه الرسالة تذكر التاريخ لكي أفهم إنها رسالتي. صلواتك لي يا أبونا مكاري، من بنتك المخلصة بنت الرب. تاريخ إيه اللي أذكره؟ كتب تاريخ 27/5/2016. شوف يا بنتي، نعم المسيح موجود في بيتك، وطبعا الشيطان حاضر، لكن أنا عايز أسألك سؤال، مين أقوى، الشيطان ولا المسيح؟ المسيح. إيه اللي بيخلي الشيطان يتجرأ ويظهر في بيتك؟ لو عندنا أي حاجة، إناء أو أي حاجة مقفول تمام، ما فيش حاجة تتسرب منه، لكن لو جبنا إناء فيه خروم وثقوب كده ممكن المية تتسرب منه أو أي حاجة. إيه اللي بيخلي الشيطان يبان في البيت؟ لازم فيه نقط ضعف. إيه الضعف؟ أنا بسألك، هل يا ترى في خطايا أو ضعفات أنت وجوزك أو أنتوا اللي في البيت مثلا، ما بتشتموش، ما بتكذبوش، ما بتحلفوش؟ وبالإجمال أنا حسألكم، أنتوا عايشين حياة توبة؟ حياة التوبة تقيم أسوار حياتنا من جديد، ونعود ونلبس المسيح اللي لبسناه في المعمودية، واللي بنتعرى منه لو رحنا الكورة البعيدة في الضلال. عشان كده لابد نرجع ونلبس الحلة مرة تاني. خرجوا الحلة الأولى والبسوه، والبسوه، البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد. لما نلبس المسيح ونعيش الوصية ونتوب عن أي خطية، لا يمكن يتجرأ الشيطان ويتوجد في محضر المسيح اللي باين في حياتي، اللي باين في حياتي. الخطية ممكن ما تبينش المسيح في حياتي، بتدي فرصة للشيطان يشم نفسه، لكن بالتوبة إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فنصيحتي ليك يا بنتي بتاعت أستراليا، كلكم تقدموا توبة حقيقية وتفتشوا في حياتكم، هل في ضعفات نقائص نسيبها، ثغرات نرممها، ونبتدي نعترف ونتناول. وأنا بقول باسم يسوع المسيح الناصري هذا البيت في أستراليا، انتهر عدو الخير منه ولا يتجرأ ويدخله مرة تاني، وتبعتلنا رسالة تانية.